عندي رسالة إلى من يهمه الأمر، أو الأصح إلى المسؤولين باختلاف عناوينهم. بالحياة وبالعمل السياسي بالذات تحصل خلافات وتحصل تقاطعات، وهنالك من يتفق معك في الرأي وهنالك من يخالفك أو يعارضك بالرأي. الذين يتفقون معك بالرأي لا تجعلهم آلهة أو تمنحهم كل الامتيازات لأنهم موالون، والذين يعارضونكم لا تحولوهم إلى أعداء وتحاولون بمناسبة أو بغيرها أن تقصوهم أو أن تقعوا بهم أشد الإيذاء. لما تكون حاكم أو تكون مسؤول ويظهر لك من يختلف معك في الرأي أو يعارضك بالفكرة، هذه ليست جريمة، فالأجدر أنك تأتي أو يأتي إليك من يعارضك ونقعد على الطاولة، وعلى قولة ياس خضر نتعاتب على المكشوف، تحط أوراقك وأفكارك ويحط أوراقه وأفكاره ونشوف إحنا لماذا اختلفنا، لماذا نحن على طرفي نقيض، لماذا أنتم معارضون. فبالحوار الهادئ وبالحقائق وبالأدلة ممكن أن نصل إلى حقيقة. فإذا كنتم تملكون الحقائق لمعارضيكم ولديكم القدرة على إقناعهم، فوالله هم سيراجعون أنفسهم، وبالتالي تكونون أنتم وهم على مسرا واحد. أما عندما تتصرف مع من يختلف معك بأنك تمتلك القوة والقدرة والسلطة ومقوارك بيدك وتريد هذا يسكت وذاك يسكت، فهذا أمر معيب. الدولة والحكومة لا تقاد بهذا الطريق ولا تقاد بهذه الرؤية. وبعدين لماذا تعتمدون على الآخر بإسكات هذا الصوت أو ذاك أو للتأثير والتلويح على هذا وعلى ذاك؟ ما ولدنا خرسان يا أبو الوليد، ولا ولدنا عبيدا لدى هذا ولا لدى ذاك. أنتم تعرفون نحن أبناء هذا البلد العراق اللي كتبت به الحضارات، أبناء الرجال، أبناء الثورات، أبناء الانتفاضات، إحنا أبناء الجيش، إحنا أبناء النصر، إحنا أبناء الكرامة. ما عمرنا طخينا ولا قعدنا جوا رجلين حاكم ولا توسلنا بفلان وفلان. فليش تتكئ على الآخر أخويا العزيز؟ اتكئ على ذراعك وعلى الحقائق التي تملكها، واقعد مع من تسميهم مختلفون معك. لا، نحن نختلف على الفكرة والموقف. كل العراقيين شافوا البارحة من قناة التغيير رحنا إلى الموصل، لأن الموصل بها منجز، الموصل بها قادة، الموصل بها أعمار. احتفينا، احتفلنا، أفردنا مساحات بالشاشة لنقول هذا منطقة عراقية هكذا كانت وهكذا أصبحت. فأعتقد وصلتك الفكرة أبو الولد. أنتوا لا تعمقون مع خلافاتكم مع الناس، ترى السلطة تولي، شفتوا قبلكم راحة وصاروا أعدائكم وأنتوا بترحون وتصيرون أعداء الآخرين. نصيحتي إليكم مخلصا، وهذا الكلام ليس بجديد، اعتمدوا على قدرات أهلكم وعلى قدرات شعبكم وعلى إمكانياتكم في فتح الحوار مع الجميع. لا تستعدون الناس، لأنه كثيرين لهم مواقف معكم ولكم مواقف معهم يجب أن تراجعوا.